كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم حلا بلعبة سبيك اكس تي. اليوم يا جماعة جبت لكم فيديو كثير حلو وبفكرة كثير جديدة، اعتقد ما حد سواها بلعبة سبيك اكس تي من قبل، فهالحكي يا جماعة كثير بتجي متأكدة رح تحبوها. بس قبل ما نبلش على الفيديو نصلح الفكرة، زي ما شفتوا بالعنوان تبع التحديات وكثير اشياء، فرح اشرح لكم اكثر. بس على المهم، قبل ما نبلش على الفيديو فاشتركوا بالقناة كمان حط لايك للفيديو، كمان يا جماعة اعملوا لي فولو على الانستغرام تبعي مشان انه نوصل اكبر عدد فولورز، نوصل 8000 فولو اسرع وقت و بس هيك. اوكي خلينا نبلش. اهم شيء حطوا لايك، اوكي لايك ثم لايك ثم لايك، اللي هو اوكي اللي هو زر مكتوب عليه اعجبني. بالنسبه للناس عارف اعجبني او اي لايك ات اعتقد، ايوه. المهم فخلينا نبلش. طبعا يا جماعه خليني اشرح لكم قانون هاللعبه اللي اليوم رح نسويها. فبلعبة سبيك اكس رح يكون عندي 2 من التحديات، يعني تحديين، واذا ما سويت تحديات رح يكون عندي لكل تحدي عقاب. التحدي الاول رح يكون هو انه لازم شخص فقير، شخص نوب، فبعرف انه ما بقدر تمرت على شخص فقير، فرح يكون العقاب هو انه رح اقص كل شعراتي. بلعبة سبيك اكس دي بدي هيك تصير بدون شعر، تصير بدون شعر خلص اصلع، تصيرك اصلع. التحدي الثاني هو انه لازم اني اكمل 3 من الويكلي كاست هدول، اوكي المهام الاسبوعية. اذا ما كملت اول 3 منهم لك وهذا paint your hair, play folk next year, or triple racer 8 times, ولا play 20 لا 12 rounds of pip rad، فلازم اكمل هدول 3. إذا ما كملتهم راح يكون العقاب هو إنه لازم إني أطلع لكم بالشاشة صورة تبع أكثر أكبر فضيحة عندي بالموبايل. فعجد عن أكبر فضيحة عندي بالموبايل راح تنصدموا المهام، إنه ما بدي أفرجيكم فضيحتي. أوه ماي جاد أوه ماي جاد، إذا ما كملت المهام فراح يكون لازم ضروري إني أفرجيكم. أوكي فحطي لايك وخلينا نبلش أول تحدي. التحدي الأول قلت لكم لازم إني أتنمر على شخص فقير. هذا يا جماعة من القصة تبعي اللي كنت عم سوي بتكون مش لازم تتنمروا حتى على ولا شخص، لازم إنه تكون فدايما يعني بكل فيديوهاتي بكل قصص اللي عم سويها فبتكون ضروري منها هيك عبرة زي هيك، بحاول نوصلها للكي. ف والناس كمان اللي ما كانت بتعرف هلا وتوصلها كمان لناس تانية وزي هيك عم نشر هدول القيم هدول. بس اليوم اتخيلوا شو، لازم اتنمر على شخص. او ماي جاد ما بقدر اسوي الاشي، بس يو نو خلينا اول شي لازم يا جماعة انه نلاقي شخص فقير. اوكي اوه ماي جاد، في كثير اشخاص هون نوب، ولما بشوف هيك اشخاص نوب لساتها بلشت اللعبة بنبسط كثير، بقول انه هيك انه واو يا حظ هدول. توني عارف لعبة سبيككم انه نوب بيكس دي كثير لعبة جديدة الصراحة، انا صارت لها تقريبا سنتين. اوه ماي جاد رح ندخل بالسنة الثالثة، فكثير متحمسة مشان تحديث تبع الانيفيرجري او عيد ميلاد السنوي. فاوكي هون في شخص فقير، بسم الله خلينا نتنمر عليه. على فكرة هو مش فقير، لا بالعكس ليكو اللبس تبعه كثير كول، بدي اتنمر عليه بس ما بقدر. خلينا نتنمر على البنت، حلق شعري ما رح اسمع انه هيك يور اجلي او اللي هيك، فرح اقوله انه او ماي جاد ام اي ريلي اجلي، حيروحوا بيبكون، بيقدروا حتى انهم يبكون بالحياة الواقعية. انا جماعة شفت ناس عم تبكي بروبلوكس، تخيلوا بروبلوكس ناس عم تتنمر عليه، هي صارت عم تبكي عن جد بالحياة الواقعية. فما بعرف صراحة إذا هداك الفيديو، كثير فيديوهات وكثير ناس حتى بتحكي يعني بس قصتها وهيك، فعرف كثير ناس. أنا كمان جماعة كانوا بتنمروا علي بروبلوكس لما ما كانت عندي روبوكس، فكثير ناس لحد الآن بتنمروا عليهم مشان ما عندهم روبوكس أنا مش أغنياء، فهذا الإشي كثير يا جماعة مو منيح. فهلا يا جماعة أحلى شعراتي، أوه ماي جاد ليك شعراتي حلوين رح ينحلقوا، شوفوا شو حلوين وشعري كثير أسود وطويل كثير. خلاص بده ينقص، 1 2 3 أوه ماي جاد صرت بدون شعري. بس عن جد شكلي كول ليكو، ولا مرة صراحة شفت هيك شخص بلعبة بيكي اكس دي ما عنده شعر، الكل عنده شعر بس ليكو كمامتي عم تظهر هلا، كنت مسوي خدعة بكمامتي وخبيتها بالشعر بس هلا كل شي بيظهر. او ماي جاد للأسف، اوكي يلا عادي رح اطلع هيك للشعرة
بسم الله يا ولد، أقصد مرحبا، شو رأيك أنت كمان تصبغ شعراتك، أو أقصد تسوي شعراتك هيك زيي؟ شو رأيك ها؟ شعري حلو صح؟ حتى لو ما عندي شعر أنا صرت هيك مو محلقة، يعني خلص شعري كثير محلوق، ما في ولا إني ولا حتى يعني ما في ولا شعر. تمام، رح نبرع للتحدي الثاني. على فكرة رح ظل هيك يعني بدون شعر بس لمدة يوم. تخيلي اللي ما شافوا هالفيديو رح يفوتوا بيقولوا او ماي جاد ليش اسرع ما عندها شعر، او ماي جاد ايش صار، معقول ايش صار، معقول جا هيك شخص وسرق شعراتها، او ماي جاد او فا اوكي. مين بده يشتري شعراتي لقصيته؟ مين بده شعراتي؟ مين بده؟ المهم فهلا ينوت، هلا رح نروح مشان نسوي التحدي الثاني. ياي اوكي، التحدي الثاني لازم نسوي هذا المهم. اوكي، عندنا اول مهمه paint your hair، يعني اصبغ شعرك 3 مرات. والمشكله انه انا هلا ما عندي شعر، يعني ما رح اسوي هالمهمه. بس خلي يا جماعه شو رايكم نجرب نشتري هدول البخاخات تبع صباغه الشعر، نجرب نستخدمهم بشعراتنا حتى لو ما عندنا شعر ونشوف ايش رح يصير. بسم الله. اوكي ليكو، او ماي جاد ضيعت فلوسي مشان ولا شيء. شفتوا هيك اشتريت هذا البخاخ تبع الشعر مشان صار هيك ولا شيء، خلص ليكو سويت هيك بخاخ على شعراتها بس بعدين بوم ولا شيء صار. تخيلوا ايش هالمنطق، او ماي جاد. المهم هالمهمه فاشله ومتاكده ان هي كمان رح افشل فيها، وراح فرجيكم الفضل فرجيكم كثير يا احراز، ما بدي فرجيكم هذيك الصوره. بس يلا خلينا نجرب نسوي هدول المهمتين. هي عن جد يا جماعة كثير خطة فاشلة ومهمة فاشلة، ما فيني اني اكمل مهام لانه خلص المهمة الاولى ما بقدر اسويها، يكملهم ثلاثتهم بس هلا المهمة الاولى ما بقدر لانه ما عندي، ما حيكون في كثير تحديات وكثير عقابات اكثر. فاكتبوا لي تحت التعليقات تحدي، يعني كل شخص يكتب لي تحدي من عقله، فاخترعوا تحديات حلوة بس ما تكون كثير صعبة وكمان عقابات، فاللي بقدر اسويهم. وبقدر كمان اعمل فيرجن يعني نسخة بالحياة الواقعية، يعني مثلا تسألوني اسئلة وما جاوبت، لو ما جاوبت بكون هيك عقاب، او بتتحدوني تحديات اذا ما سويت عقاب، فالعقاب انتم بتختاروه. بس لا هلا اول شيء نبلش بيكي اكس دي، بعدين اذا تفاعلتوا وحبيتوا هالسلسله رح اسوي من هالسلسله بالحياه الواقعيه وبيكي اكس دي، وبقدر كمان اسوي بالروبلوكس بلاي توجيذر توكا بوكا ساكورس. يعني شو اكثر لعبه بتحبوها بين هدول الالعاب يعني غير عن بيكي اكس دي؟ يو نو في كثير ناس بتقول بيكي اكس دي ممل وهيك، صراحه بنمل منه بس مشانكم انتو ففيني اسوي يعني اللي بدكم، يعني اللعبة اللي حبيتو. فبس خبروني تحت التعليقات وبسوي لكم اللعبة اللي بدكم بسان بيكيكس، يعني ما بتمل منه كثير حلو خبرتكم عنها فكثير مبسوطة. المهم هلا رح فرجيكم الفضيحة والصورة تبع الفضيحة اللي عندي بالموبايل، او ماي جاد رح تنصدموا. فواحد اثنين ثلاثة ايوه يا جماعه هي الصوره تبع الفضيحه تبعي، هي يا جماعه الصوره تبع من عام 2020، هي الصوره هي تبع قناتي، هي القناه هي تبع اسراء جيمر. اول ما فتحتها كنت منزله هيك بس 3 فيديوهات عن جاشا لايف، ف كانت احراج. شوفوا شو كان اسم القناه، استو لارا اسراء مدري ايش هاي اللخبطه، وكمان فيديوهات كانت يا جماعه كثير كثير يعني كثير بدأت تضحك صراحة، يعني بس بداية كثير حلوة صراحة. فبس هيك فخبروني إذا بدكم أسوي ردة فعل عن فيديوهاتي القديمة، فأنا فيديوهاتي القديمة كثير حذفتها من القناة، فبس هي عندي يعني لساتها بالموبايل عندي. فإذا بدكم إني فرجيكم يا أسوي عنها رياكشن بوجهي خبروني تحت بالتعليقات. أوه ماي جاد عن جد كثير فضيحة، هي أول مرة بفرجيكم قناتي أول ما فتحتها.
اما بس هيك رح نخلص هالفيديو، فلا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة وكمان حطوا لايك. وعلى فكرة بس بدي اقول لكم انه هلا انا ما وصلت هيك لمية الف، بس هيك صرت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مليون مدري لا مو مليون. المهم فلا يا جماعة كنت سحبت لمدة 5 اشهر، وكانوا جماعة عدد المشتركين كان عم ينقص، كان بيزيد مرجي وبينقص مرجي، كان ما كنت عم نزل كثير فيديوهات، فهيك يعني لمدة تقريبا 5 اشهر وكنت يعني رح استسلم، بس بعدين لا رجعت وبقوة وبمحتوى جديد وهيك. هلا الحمد لله عم نحقق احلامنا، بس لسه ما حققنا جماعة احلام، هلا حققنا هدف واحد وبس، هلا لسه كثير كثير، فخلينا نكمل كل اهدافنا مع بعض ونكمل كثير كثير جماعة مع بعض، وليش لا؟ المهم كثير كثير بحبكم. حطوا لايك وباي.